معنا من سيدني الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية أحمد الياسري. أهلا بك أستاذ أحمد عبر سكاي نيوز عربية. ما هو فعليا دور قاعدة بوينت جاب في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة؟ تحية لحضرتك وتحية لجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. هذه القاعدة الحقيقة هي قاعدة أمريكية، يعني استراليا يشترك 100 موظف فقط من أصل 800 موظف أمريكي موجود بها، وهي من المفترض أنها مخصصة لقضايا الفضاء. ولكن سنودن عام 2017 نشر التفاصيل المتعلقة باستخدام هذه القاعدة لقمرين استخباريين لتحديد، فبدت يعني يعرف نشاطها وهو نشاط سري. ففي اشتراكه في هذه المعركة وتحديد المعلومات خصوصا مواقع استهداف الصواريخ، يعني حزب الله وحماس تحلل، هناك يعني يحللون المعلومات القادمة حول استهداف الصواريخ. طبعا إدارة القاعدة تحججت بأنها أن قيادات حماس في داخل غزة هم في الغالب تحت المستشفيات والمواقع الإنسانية الحيوية، ولذلك أمريكا تحاول أن تجنب المدنيين الاستهدافات التي تقوم بها إسرائيل. هذه الحجة التي طرحتها. ولكن بشكل عام هذا يعني أستراليا أيضا دعمت استخباريا إسرائيل في عام 1991 بعد أن قصف العراق تقريبا 39 صاروخ، وكذلك في حرب 2003 كان يعني جزء من الخطة عمليات هذه القاعدة هو كشف تحركات وانطلاق الصواريخ العراقية. فليس جديد أن يعني جزء من خطة الدعم الأمريكي لإسرائيل وليس الأسترالي. الموقف الأسترالي يختلف عن الموقف الأمني. هذه مواقف أمنية متعلقة طبعا. وتفعلت على القاعدة بعد معاهدة أوكوس، وقامت أمريكا أيضا بمحاولة ترتيب الأوراق مع اليابان لاستئجار قمرين لتسليطهم على الصين. يعني فالاتجاهات القاعدة أيضا موجهة لأوروبا وأفريقيا، مش فقط للشرق الأوسط، ولكن نشاطها أكثر للشرق الأوسط. نعم. لكن دور هذه القاعدة يعني إذا ما كان هو تبادل الخبرات أو المعلومات الاستخباراتية، تبادل يعني ربما مراقبة الاتصالات المدنية والتجارية والعسكرية، اليوم نحن أمام حرب بين حركة حماس وإسرائيل. الولايات المتحدة تجمع استخبارات ومعلومات من يعني أي حدب وصوب، إن كان من قاعدة موجودة في أستراليا أو من أي مكان آخر في الشرق الأوسط. كيف يجب النظر إلى أستراليا تحديدا بهذه النقطة؟ يعني قاعدة موجودة على تخوم إحدى المناطق الأسترالية، ألا يمكن القول أو الاعتبار أنه قد تكون أستراليا مشاركة بطريقة أو بأخرى في هذه يعني في هذا الصراع؟ نعم ممكن أن نقول هذا، ولكن مشاركتها ليس بشكل انفرادي. أستراليا مرتبطة بحلف عسكري مع الولايات المتحدة ومع بريطانيا، ولذلك حضرتك تعرفين أول أسطولين تحركا هو الأسطول الأمريكي والأسطول البريطاني إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط لتطويق الأزمة ومتابعة تطور الصراع في منطقة الشرق الأوسط. ممكن أن تحصل حرب هنا، أستراليا جزء من الحرب طبعا لأنها مرتبطة باتفاقات أمنية ويعني معاهدات. ولكن على المستوى الداخلي أنا لا أجد أن أستراليا ذهبت اتجاه الدعم المطلق إلى إسرائيل في هذا. هناك اختلاف، لأن حكومة العمال حقيقة تختلف عن حكومة الأحرار. أستراليا ألغت الاعتراف بالسفارة، يعني يعني تراجعت عن موضوع الاعتراف بالسفارة في القدس. هذا إنجاز وهذا يعتبر يعني تقارب من الفلسطينيين. أستراليا في مؤتمر حزب العمال يعني الشهر الثامن كانت تدعو للاعتراف بالدولة الفلسطينية. هذا أستاذ أحمد أعذرني على المقاطعة، لكن يعني قبل المتابعة في هذا النقاش ننوه إلى أنه بحسب مراسلنا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلق مشاركة الوزير عمحاي إلياهو في اجتماعات الحكومة بعد دعوته لإلقاء قنبلة نووية على غزة. هذا الوزير هو يتبع لحزب إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي في حكومة نتنياهو قبل الحرب، هو وزير التراث تحديدا. يعني سريعا أستاذ أحمد أريد أن يعني أعلم من حضرتكم كيف تنظرون إلى تعليق
عمل وزير التراث الإسرائيلي في هذه المرحلة قبل متابعة النقاش عن القاعدة الموجودة في أستراليا؟ يا أنا أعتبر طبيعي جدا الحقيقة، ولا أدعو وسائل الإعلام خصوصا العربية إلى يعني التفاجؤ من هذا الموضوع، لأن ما حصل على غزة وبالفعل هو عمل نووي، يعني ثلث البيوت ثلث المنازل انتهت، يعني خرجت من الخدمة، لأنه كيف سيعود يعني ثلث شعب غزة ليس لديهم منازل الآن، الأرض تدمرت، كل هذا بحثا عن الأنفاق. ففعليا غزة تعرضت لهزة نووية، ولكن ما يقوله هذا الوزير الحقيقة هو يبين شكل الحكومة، يعني حتى إدارة بايدن كانت معترضة على هذه الحكومة اليمينية المتشددة، فهي متأثرة بخطاب أيديولوجي، وهي تحاول أن تعيد صناعة أفكار العنف الديني أو ما يعبر عنها الكاتب اليهودي في جريدة مومنت الأمريكية، يقول هذا القتل التوراتي. فهؤلاء يعتمدون على فكرة القتل الأيديولوجي، ليس غريبا هذا الموضوع. أستاذ أحمد بدقيقة لو سمحت، يعني ماذا لو ثبت أو هناك توجيه اتهامات قانونية بارتكاب جرائم حرب في إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين؟ هل هناك أي حماية قانونية توجه للأفراد الموجودين في القاعدة الأمريكية بأستراليا؟ الحقيقة ليس هناك أي حماية قانونية بهذا الاتجاه، والدولة تستطيع أن يعني، ولكن هؤلاء يعني بالنتيجة يعملون ضمن الفضاء الأمني الأمريكي، فالأمر من هذه يعني من هي المؤسسة؟ يعني قانونيا من المفترض محاسبة أي شخص يعني يدعم أو يشترك بجرائم حرب، ولكن القانون العالمي الحقيقة مرتبط بعدم وجود عدالة بالنظام العالمي. لذلك احنا نقول أنا شخصيا نتبنى فكرة عالم متعدد الأقطاب لنحاول أن نحصل على أقل مستوى من العدالة، يعني يعني المرتبط بأمريكا صعب من يحاكم، ولكن بشكل عام يجب أن يركز عليه يعني. نعم، شكرا جزيلا لك من سيدني البحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية أحمد الياسري.